عايز اقول لكم ان الحلقه جه وقتها انها بقت عارف اللي مختلفه، يعني هتروح في حته تانية خالص. بتمنى ان ربنا يستر فيه. طبعا معانا ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو يعني صانع المحتوى الجامد قوي 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 صالح النواوي. يا جماعه والنبي انت منور. والله انت اللي منور. عامل ايه يا صالح؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس، كله زي الفل. منور ريفرش، منور راديو رابعه حبيبي. يعني عايز اقول لك ان انت من الناس اللي حرفيا حرفيا الناس كلها حبتها اول ما طلت علينا حبيبي. يعني اول ما انت اول اقتحمت السوشيال ميديا مره واحده كده ولقيناك قاعد بتنزل فيديوهات بتحب في اللبنانيين، فالناس كلها حبت اللبنانيين زياده عشان خاطرك. يعني خلينا الاول كده هنبداها اللي هو المذيع وضيف. تمام. فعرفنا الاول انت بتشتغل ايه اصلا، بتعمل ايه في حياتك، وبعد كده نشوف دخلت ليه السوشيال ميديا. انا في الاصل قبل ما اعمل بقى الفيديوهات والكلام ده انا كنت بشتغل يعني بروديوسر وفيلم ميكر، والى الان ده شغلي اللي باكل واشرب منه. حلو، اكل العيش. والفيديوز دي كانت هزار وضحك يعني بعمله على جنب، لحد بقى ما مؤخرا بقى بدا الموضوع يروح في حته بقى والناس عجبها الموضوع والفيديوز راحت فايرال وبتاع، وبدات اركز اكتر بقى في المحتوى اللي بتقدمه. بس طيب خليني اقول لك على حاجه. اول فيديو دايما اول فيديو بيبقى مقلق الناس قوي، اللي هو ردة الفعل تبقى عامله ازاي. انت اول فيديو كان شكله عامل ايه معاك؟ يعني انت كان ايه، رميت وخلاص ولا احكي لنا كده الكواليس شويه؟ انا اول فيديو ما كنتش مرتب ان انا هعمل فيديو وانزل اصلا، انا كنت بهزر. يعني انا اصلا بقى عشان بصور، فكنت في حد صاحبي كان بيشتغل في حاجات بقى التنميه البشريه وبتاع، ماشي، وانا كنت بصور وعملت له سيت اب في البيت، فانا كنت مستنيه يجي، فقعدت انا والشباب نتريق عليه اصلا ان هو بقى ازاي تنجح، وقعدت تقول ازاي تنجح اشتغل زي الفيديوهات بتاعه التنميه البشريه. واحنا عملنا الفيديو ده احنا كنا بنتست المايك والاضاءه وكده، وعملت الفيديو ده واحنا منتجه بهزر ونزلته على تيك توك، لقيته اتشاف. الله، لقيته جايب بتاع 300 الف فيو حاجه كده على تيك توك. ماشي، من هنا بقى ايه ده، طب ما حلو، ما اقعد اهزر بقى. رحت بقى كل شويه اجيب صحابي نعمل قعده في البيت. يعني ايه ثانيه واحده، انت بيبقى فعلا في حد قاعد معاك في اللوكيشن وانت بتعمل الفيديوهات بتاعتك؟ ايوه طبعا في حد بيبقى يعني. أيوة، زاويه الكاميرا، مش زاويه الكاميرا انت قلت لا انا ما مش هكلم الكاميرا دايركت، انا هكلم واحد قاعد والكلام ده ليه؟ بص، ما هو انا ده من الاول جه معايا صدفه ان انا كده كده بتكلم مع العيال صحابي فباصص لهم. اوكي. والجزء الثاني ان انا اصلا دايما بحس ان الافيه او الهزار لو اتقال دايركت للكاميرا ممكن جدا الناس تقول ده انت دمك تقيل. ايه لو انا بحط معاه اللي هو استرس اللي هو اضحك، لكن طول ما هو شايفني كده قاعد على جنب وبتكلم حد تاني هو شايفني من على الجنب كده مش مركز معايا، لا ممكن يضحك لان انا مش حاطط عليه استرس يعني. طب والله حلو الموضوع ده. حلو الموضوع ده. اول عندك في البيت عارفين ان انت كوميدي والكلام ده كله ولا لا؟ هم استغربوا اصلا ان فيديوهاتك بتجيب الارقام دي. امي اتفاجئت اصلا، هي في حد يعرفك غيرنا؟ امي اتفاجئت. امي انا عارف ان انا قاعد هنا في الامارات بشتغل في التصوير، انت راح تهزر بقى. بس لقيت بقى الـ الـ الفيديوز والحاجات فتفاجئت يعني بالحاجات، حبت الوضع ده. لا عجبها قوي بعد تفرج بقى بقت بيك. طيب خلينا برضو نروح لحاجه ثانيه. يعني انت الاسماء مين اللي اقترحها؟ يعني صالح للاستخدام، وبعد كده هندخل على صالح للاستماع. بس مين اللي خد، مين اللي طلع فكره الاسماء دي؟ انا هي يعني جت معايا كده فاهم، حسيت ان انا بس لطيف. مع ان كنا احنا قاعدين بتكلم معايا في مره قلت لي انا ما بعتمدش اصلا الاسماء للحلقات ولا بعتمد الكلام ده، ايه اللي خلاك تبتدي تعمل ده دلوقتي؟ ان انا بعد فتره يعني بعد مثلا شهرين من الفيديوز جت وقت الناس بتشوفني مثلا في الشارع تقول لي محمد حسين كده فاهم، لكن لما عرفت ان انا لازم احط حاجه يعني الناس بس تعرف ان ده صالح او كده، حاسس ان انا كتبت من فوق صالح النواوي دمها تقيل يعني استخفيت ده يلا. لا 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 حلو الاستخفاف ده. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع تاني، وعايز اتكلم معاك على معلش يعني استحملني شويه ان احنا في لسه بنقول يا هادي، نعرف الناس عليك، نتعرف اكتر عليك، نتعرف على دخولك لعالم البودكاست
جه ازاي اصلا؟ ماشي. بقيت بتنافس يا ابني والله انا ما اعرفش في ايه بالظبط الشغلانه دي يا جماعه. خلي بالك كل شويه حد يطلع لنا جديد. لا هنتكلم على ده اكتر, وهنتكلم كمان على يعني الناس اللي بتبدا. في ناس كتير قوي عايز تبدا بس رجل ورا ورجل قدام. تمام. هنطلع نسمع نجوى كرم ونرجع لحضراتكم مره كمان نكمل معاكم ريفريش, ومعانا ضيفنا العسليه صالح نووي. يعني لسه بنكمل اكيد حلقتنا ولسه منورنا ومشرفنا. لسه بقى هو احنا بنقول يا هادي اصلا في الحلقه لسه صالح النووي. وصالح كنا بنتكلم على السوشيال ميديا ودخولك بعد كده من السوشيال ميديا وفيديوهات السوشيال ميديا للبودكاست, وهوب بقى عندك برنامج وبقيت بتنافسنا, وهوب بقى في ضيوف. والضيوف هم مش يعني مش مجرد ضيوف عاديين, لا انت جايب ناس اسمها معروف برضو في السوشيال ميديا وبتتناقش في حاجات كتير قوي بدم خفيف وظريف والكلام ده. مين اللي قالك او اقترح عليك على ان انت تروح للبودكاست؟ بص هي دي الفكرة, ان انا بعد ما عملت كام فيديو على السوشيال ميديا, فيديو بيتكلم عن الاردنيين وعن اللبنانيين والفلسطينيين, قلت ما جايبهم فما او ما تيجي نسمع منهم بقى. يعني انا كل الاردنيين الحمد لله بينا علاقة كويسة, عشان يعني من صغري عشت كتير مع ناس اردنيين وكده, فعارف كل لازماتهم وعارف كل حاجة. آه. طب فعرفت ان احنا في حاجات كتير عن جنسيات كتير ما نعرفهاش, واحنا خصوصا في مصر وانت عارف الموضوع ده طبعا, احنا جوه مقفولين قوي على نفسنا. آه. يعني بيبقى اخرنا محافظة بني سويف السفر المنيا. ماشي. مش عارفين, لكن لما تيجي تتعامل مع اي جنسية تانية هو عارفك وعارف افاتك وعارف انت بتتكلم في ايه, صح, لكن انت مش فاهم. فمن هنا بقى قلت طب ما تيجي نتكلم مع الناس, يعني نشوف ونجيب كونتنت كريترز من الجنسيات المختلفة دي. اه بالظبط, ويحكوا لنا هم اللي يحكوا لنا بقى, فاهم. وفعلا ببقى انا انت حلقات البودكاست عملتها, جبت مصريه, جبت اماراتيه, جبت سعوديه, جبت في سوريا لسه هتنزل, وفلسطين, ولسه في الاردن, ولسه في لسه في كام. حلو حلو حلو. التوليفه دي. طب ردت فعل اللي بيجوا, الضيوف اللي بتيجي على فكره ان انت اصلا المذيع, انت اللي بتسال. ايه ما الفكره ان انا مش 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 ببقى متعامل معاهم ان انا مذيع, انا راجل قاعد عندي فضول بقعد معاهم بقى اقعد اسال اسئله. يعني حتى الشباب معانا في التيم بيقولوا لي طب تعالى بص طب اعرف المعلومه دي, طب اعمل ريسيرش. طب لا اعمل ريسيرش على حاجه ذاكر, يعني انا عايز بنفس الجهل ده اطلع اساله. فاهم اللي هو انت لا قول لي بقى عشان انا ما اعرف, لان هو ده الموطن المصري الطبيعي او الموطن العربي. انا ما اعرفش وفضولي. فانا هقعد اسال بقى زي الاطفال كده بقى, من اللي هو انت بتعمل ايه, بتاكل ايه, بتشرب ايه. ومن هنا الناس يعني الحمد لله عجبها الموضوع, حبت الوضع, عشان هو كل واحد بيتكلم عن جنسيته, عن ثقافته, صح, عن البلد بدون بقى بدون اراء بدون اي حاجه. لا هو الموضوع ما فيهوش اي وجهات نظر, الموضوع كله ان هو بيحكي لي حياته عامله ازاي, ومن هنا احنا بنقرب من بعض اكتر, فاهم. طب انت عايز الناس تقول عليك ايه؟ انت عايز تقول الناس ان انت صانع محتوى ولا لا مذيع ولا ايه؟ انا حاسس ان يعني حاسس ان انا صانع محتوى بشكل عام. انا راجل بهزر يا خالد, انا ما اعرفش. يلا يعني اللي هيجي قدامي يعني مش عارف اصنف نفسي, بس انا بهزر, فاهم. بس حلو ده, حلو اللي انت تبقى انت انا رايح. انتوا جايين معايا ولا هنستنى هنا؟ طيب صالح, هنتكلم على بعض البلدان العربيه, وهنتكلم على اكتر بلد عربي انت ممكن تكون بتحبها اكتر. لكن نطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع لحضراتكم مره كمان ونكمل معاكم ريفريش. وكل الناس اللي عايزه تسمع طبعا من خلال في الويب سايت الخاص بينا راديو الرابعه, او كمان تشوفونا وتحضرونا كمان ومن خلال تلفزيون عجمان. نطلع نسمع اياد طنوس ونرجع لحضراتكم مره كمان. لسه مكمل معاكم ريفريش, ولسه مكمل معانا في الاستوديو طبعا صالح النواوي, يعني من اكتر صناع المحتوى الطبيعيين اللي احنا بنشوفهم. لو انا هبدا ورجلي ورا ورجلي قدام, انا عارف ان انت يعني كلمه ان انا او ان انا اسالك قول لنا نصيحه دي, انت بالنسبه لك هتبقى مستغرب, بس حاول معلش تعالى على نفسك. دايما اي حد من اصحابي بيفكر في الموضوع اقول له طالما انا عملتها اي حد ممكن يعملها. بجد اي حد, بس اهم حاجه تبقى عارف, بس يعني تبقى عندك حاجات تقولها, مش ان انت تقول يعني عايز تطلع عشان تتشاف بس. ماشي. لو انت عايز عشان تتشاف وتتشهر هتتحول حاجات تانية, لعلبة بقى. علبة كده بتحط تتغلف في فاترينا, لكن لازم على الاقل تقدر ان انت تطلع, تبقى عندك بس حاجه تقولها, تبقى يعني فيها كلام في دماغك انت بتقوله, او كلام انت بتقوله مع اصحابك, او ريسيرش انت عملته, او فكره او حاجات انت بتدور عليها على النت. اوكي. فبتشاركها مع الناس بشكل ما,
لكن هتطلع تقول اي كلام هنا بقى هتحس ان الناس والناس الاودينس بقى ذكي يعني بقى عارف صح. مين اللي ممكن يتابعه ومين ممكن يتريق عليه اخره يتريق عليه فلا يعني انت لو حاسس ان انت عايز تقول حاجات في حاجات عايز تقولها بتفكر في كلام غريب لا ابدا معلم وشوف لو وحش يا عم خلاص عادي ايه المهم في صناعه المحتوى المهم ان انا ابقى بكتب كويس ومطلع فكره لطيفه ولا ايه العناصر المهمه عشان تخليني الفيديو بتاعي يتشاف بص في حاجات يعني دي من وجهه نظري مش عارف صح ولا لا بس انا شايف ان اهم حاجه اصلا من كل الكلام ده ان انت تبقى مستمر بس بشكل منتظم يعني انا اللي ساعدني ان انا في وقت قليل يعني اتشاف بشكل ما ان انا عشان كنت بشتغل بروديوسر فانا متعود ان انا ابقى منظم في الشغل اوكي فحتى لو بعمل حاجه لنفسي هبقى اعملها بجداول بحيث ان انا اسلمها في المواعيد المظبوطه فبتنزل في مواعيد يعني على مدار 7 شهور انا بنزل بجدول الفيديوز الكونتنت بقى انا اكيد مش اول فيديو زي دلوقتي اول فيديو كنت ها نص نص دلوقتي خلاص انا عارف ايه اللي بيجيب ايه اللي بيشوف وانت في الاخر بتست وبتشوف الناس يعني ايه اكتر حاجات بتحبها في نوع هزار انا ممكن اهزره مع خليل على القهوه بس صح. بس واحد تاني في بلد تانية عنده 45 سنه يشوف ان انت لا تقل الدم بتستخف دمك فأنت صح طالما هتعرض الكونتنت بتاعك على الناس لازم تبقى برضه بتشوف الناس هتشوفه ازاي مش أوكي. كل بيضحكك ممكن تقوله يعني عندنا الكونتنت عندنا الاستمراريه المعدات اشتغل باي حاجه ولا استنى اكون عندي معدات بروفيشنال اي صانع محتوى هيقول لك اشتغل باي حاجه بس انا عن تجربتي العين بتشوف يعني زي كده عارف لما بتقول لك العين بتاكل قبل البق العين لما بتشوف ان انت كل ما الدنيا تبقى فيها كواليتي بشكل ما دي تجربتي الشخصيه كل ما تلاقي كواليتي هو هيحس ان انت قاعد معايا في الصاله صح هيحس ان انت قريب لكن لو انت طالع بالموبايل يبقى ما تعملهاش سيت اب اعملها سيلفي كده مفهوم الناس هتقول لك الحاجه غاليه خلاص يبقى اعملها سيلفي أوكي. يبقى الستايل الايدنتيتي بتاعت الموضوع اللي انت بتتكلم بسيلفي مع الناس بتهزر معاهم كده لكن سيت اب ومايك وكده ما تطلعش بالموبايل لا اطلع بكودمنت اوكي دي ايدنتيتي ودي ايدنتيتي ومش شرط ان انت تجيب الكاميرا الواو الكاميرا لو انت هتشتري تجيب الكاميرا اللي مكسره الدنيا واللي مش عارف ايه واللي مشوي شويه اي حاجه بس تبقى فيها 20% بس كواليتي عشان تبقى سيت اب يعني الناس متعودة معايا انا انها تشوفني بطريقة معينة ان انا قاعدة معينة دي بتاعت سيت اب صح هتحول ان انا اتجربت كذا مرة وفيها اضاءة وفيها مش عارف ايه بس لو هننزل بالكواليتي لان اي صنع محتوى هيقولك كده لا اهم حاجة الكونتنت اهم حاجة تبدأ واهم حاجة تبدأ يقولك ابدأ اخيش ابدأ ادخل في حيط اصل خلي بالك السوشيال ميديا دلوقتي فيها ناس كتير قوي يعني صح. انت الكلمة اللي انت بتقولها في الافات في كمية صنع محتوى رهيبة دلوقتي فانت لازم تبقى بتشوف عندك عين كده وسنس ان انت تعرف ازاي هتتميز ده عادي ما انا ممكن اطلع اقول نفس الكلام الناس بتقوله فلا عشان تتميز يبقى ليك ايدنتيتي ممكن تبقى من ضمن الايدنتيتي دي ان انت تبقى بتعمل كواليتي كويس طب اعمل حسابك ان احنا اللينك اللي جاي احنا بما انك بقى ايه ماسك كل بلد قاعد تقطع فيها بعادات وتقاليد واكل وشرب والكلام ده فانت عندك اختبار كده بسيط ماشي يعني هو انا هي فقره عندنا هو بيقول ايه بس هي تحدي اللهجات في الاخر ماشي يعني هقول لك كام كلمه وانت عليك تفهمنا الكلمه دي بطريقتك هي معناها ايه ماشي يلا بينا نصيب زيتون اجدد اغاني كراميلا ونرجع ليكم تاني لسه حلقتنا مكمله ولسه صالح النواوي مشرفنا ومنورنا ويا صالح يعني انت قاعد بتتكلم في كل اللهجات ايه اللي خلاك تحديدا تتكلم على لبنان اشمعنى دي عشان اشتغلت مع كذا حد من لبنان وانبسطت قوي بقى وانا فاهم حسيت ان تمام يعني الدنيا فريش كده عارف اللي هو الدنيا فيها رواق وفيها مناقيش وطراوه كده عارف اللي هو يعني هو الكلام حلو صح كلام العادي حلو يعني انا ممكن لو واحد قدامي دلوقتي غير يعني لو حد قاعد قدامك غيري لبناني هتلاقي الكلام راح في حته ثانيه خالص هو اي حد اصلا انت تحس ان انت عايز تسمع يا باشا حتى لو يعني بيتكلم في الاقتصاد يعني قول هيقول لك هنيك ومش عارف ايه وبتاع تحس تمام انا تمام اصعب جنسيه ممكن تكون عربيه المغرب انا مش بفهم حاجه ده بجد خالص انا مش بفهم حاجه انا يعني اكتر حاجه بتضحكني فيه عندنا واحد صاحبنا في الشغل بيتكلم فانا
كل مغربي هو. هو بيعرف يتكلم لغه بيضاء احنا نفهمها. ماشي. بس لما المغرب بيتكلم بقى كله خالص يا ابني. ازاي بقى؟ ايه انت بتفهم مغربي؟ انا كنت قاعد 4 سنين. طب ده انت كده اتعلمت، بس دي لغه ثانيه يعني، دي لغه ثانيه يعني، دي انجلش. طب هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، تعالى تحب اختبرك في اي لهجه، اي لهجه عربيه؟ ممكن سوريا وممكن الاردن، دول انت عارفهم. عشان قعدت معاهم كتير فترة. طيب يبقى خلينا، بما انك بتحب الاردنيين، الاردنيين ماشي، يبقى خلينا نروح للبنانيه. انا احب طبعا حاجه زي كده. يلا مكربج يعني ايه باللبناني؟ يعني تخين صح؟ دي ايه دي ايه احنا بنتلمر على بعض يا ابني؟ مكربج يعني زي مكلبص كده. لا لما يقول لك مثلا ايه يا عم سيبني في حالي، انا مكربج النهارده. مخنوق يعني. يعني لا. متوتر. لا يا ما هفهمها له تاني. ما المشكله انا بقول الجمله ايه، كلمه لبناني والباقي كله مصري. طيب يعني يقول لك، هقول لك مكربش جايه من ايه؟ لما عندنا خروجه انا وانت، ولا انا مكربش فمش عارف، مبهدل. يا هي دي، هي دي، هي دي برضه. هنسقف له يا جماعه عادي مننا. طيب حشور يعني ايه؟ يعني فضولي اللي هو يا ابن اللي زي عندنا دي. انا الحوار بيروت يا ابني فكرك ايه؟ الناس الحقيقي صالح قالك من حوار بيروت. طيب زنار. زنان. لا حاجة ليها علاقة باللبس والازياء. يا رب اصلا بكون بقولها صح. مش عارف يعني حاجة ليها علاقة، باللبس. بس هي انت ممكن تشتري كل حاجة وتنسى تشتريها. ايه ده؟ لا مش عارف. زنار خالص. حاجة ليها علاقة بالبناطيل. حاجة معلش. احنا بنخش الجوه ولا بنطلع لبره؟ لا فهمني. في البرنامج ده مش حاجة تدخل جوه كله. يا ابني خلي نيتك سليمة. لا حاجة ليها علاقة بالبناطيل ومن الجلد. في ايه هو؟ في هو حزام يا حبيبي. ايه يا حبيبي؟ حزام. صح سقفني معلش يا حبيبي. اسقفت انا التسليمة دي عشان نيتي. طيب ادخل على الاردنية انت ما شاء الله. فعلا فعلا اثبتت ان انت من لبنان جوه. اسمي الحقيقي صالح كفو. طيب خلينا نقول ايه، الطمشة يعني ايه بالاردني؟ شكلي وحش قوي قوي. استنى هفتي. يلا حاول كده، ممكن تبقى يعني افتكر كده الكلمة دي ممكن تبقى ايه. الطمشة. مش عارف خالص. يا جماعة يائس قوي، يائس من حياته. طب انا هقول لك على حاجة. لما نيجي مثلا نقول ان احنا طالعين لحد الطمشة او للشارع يعني. الامة زي الاسكندرانية كده. يا جماعة يعني هقول لكم ايه، صالح بصراحة بصراحة انت يا ابني انا في الثقافات ما عنديش يما رحمين صح؟ صدق بالله انت بحتفارق دكة الاحتياطي طول ما انا بدرب. اكيد غلط. اكيد غلط. يعني بص انا اقول لك على حاجه عشان انت برضو تبعنا. الطمشه هي قمه الشيء يعني اعلى ليفل. بقول لك هنطلع تقول الامه. طيب يا جماعه احنا هنعمل له اختبار بسيط جدا جدا اللينك اللي جاي على اللهجه المغربيه. يا نهار ازرق. وهنحاول ان احنا نساعده شويه لعل وعسى يتعلم يعني بالزبط. وبعد كده اخر لينك احنا هنقلب الادوار يعني. ده طلب من مديرنا في ديب، وان طبعا عارفينه يعني. قال صالح هو اللي هيبقى مذيع وانا اللي هبقى ضيف. انا خايف عليك بس يا خالد. لا 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 والله غطى عليك تاني مره. خالد هزعلك انا بقى دلوقتي على الهوا. انا هزعلك دلوقتي. خلينا نعزف والله. هنطلع نسمع مسار الجواز، نرجع نكمل معاكم ريفرش. لسه مكملين لحد الساعه 5. صالح النواوي مشرفنا يا جماعه، والحلقه بتطير بتطير معايا مش عارف ليه يعني. بس صالح الناس عايزين نسلم على احمد طويل، هو بيسمعنا دلوقتي. احمد طويل استنى بس فضيحة. استنى اقول تاني معلش سوري. احمد طويل شكرا على الفضيحه يا جماعه. اي حد عايز اي حاجه، ودي وصيه صحابه، اي حد عايز اي حاجه من صالح ما تاخدوش. زغزغه.
يعني هو بيركب الهواء على طول يعني. فاكتشفوا الموضوع ده بما انك يعني جديد معاهم. اكتشفوا الموضوع ده امتى؟ ميرسي جدا على الفضيحه اللي على الهواء دي. قول لي بس اكتشفوه امتى السر العظيم ده؟ انا في الشغل معودهم ان انا اي حد بيديني التاسكات بصيح بعد لا مش عايز اشتغل وترفص والكلام ده فهو احمد بقى جه في مره راح مزغزغني قلت له خلاص وبتاع تمام عشان يبعد عنك يا عيني. لا حلو الموضوع. وبعدين ده ايه الشركه الجميله دي؟ انت بتصيحه عادي؟ لا انا معود على كده اصلا. حلو ده. حلو ده. طيب اعمل لك اختبار كده مغربي ماشي كداير اللي بعده. قول سؤال تاني. لا ما هو سؤال فعلا كداير كداير الحمد لله كويس ماشي لباس اوكي. ايه تاني هقول لك كم كلمه هو ده بس اللي انا عارفه اوصل السؤال في المغربي. هقول لك فين فين ماشي. قول لك الحانوت يعني ايه بالمغربي؟ حانوتي. حانوتي ماشي اوكي. لا 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 تخيل حانوت ممكن تتقال على ايه يعني تقريب كده ممكن تبقى بالنسبه لك ايه يعني كلمه حانوت دي في المغرب؟ اه والله العظيم ده كلمه مشهوره جدا موجود في كل شارع وكل مكان كافيتيريا يعني انت قربت شويه صح؟ هي يعني هو هناك الحانوت هو محل شويه البقاله فاهم فيعني او بتلاقيه بيبيع سندوتشات والكلام ده وعصاير وكده يعني كافيتيريا صغيره يعني. طيب البريكه يعني ايه؟ الاستراحه. ده انت عشان خدتها من بريك يعني اوكي. لا بريك يعني حاجه بنستخدمها في الاستراحه. شيشه. لا 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 حاجه قريبه برضو بس انت قربت. ايه ده بتهزر؟ والله العظيم قربت. تخيل بقى. طب حلو. طفايه. لا هانت. ها حاجه بتتشرب يا طيب؟ لا هي حاجه ما بتشربش. هي حاجه بتساعد على يعني بتساعدك ان انت تشرب الشيء. ما تقول يا خالد شوقتني برضو. خليل في ايه يا لا 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 انزل خمسه ضغط. خليل في ايه؟ انزل خمسه. انا هنزله خمسه ضغط. دي اسمها ايه؟ ولاعه. بس كده. يبقى ولاعة هي البريكة. ماشي. لا يا جماعة ده طلع بسم الله ما شاء الله. طب خلعتيني يعني بالله. يعني خضتني. طب ما انت كويس اهو. قلت لك. طب قول لي ثلاث كلمات انت عارفهم. انا حواري مراقش. برضو. هقول لي. قول لي ثلاث كلمات انت عارفهم. بالمغربي. بالمغربي. يلا يلا. اللي انا اتعلمته. لا انا عايز الكلام الكويس. ايوه. لا 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 حاول معلش احنا على الهوا مش عايز اترفض انا وانت. هي مفيش انا. طب طماطم يعني ايه بالمغربي؟ لا القوطه عندنا بندوره. لا بندوره دي في اهل الشام والسعوديه والكلام. مش عارف بجد. مطيشه. مطيشه لغتهم صعبه قوي يعني بجد. ايه ده صعبه صعبه والله. انت عملت حلقه عن المغرب ولا لا؟ لسه عايز اعمل بس فاهم انا مش عامل يعني ما عشتش كتير يعني. هو بس في عندي واحد صاحبي مغربي ده بس. فاهم. طب انا هقول لك على معلومه بقى. هقول لك على معلومه. هم لو انت اهو نزلت المغرب انت مش هتلاقي ولا واحد غير القليل طبعا يعني من صحابك او الكلام ده كله هتلاقيهم بيتكلموا مصري معاك كانهم مولودين جنب بيتك فعلا. يعني هم ما بيتكلموش اصلا مع حد بلهجته. آه. فعلشان كده هي اللهجه بتاعتهم يعني عارف ما حدش يعرفها كتير لسه يا دوب يعني. هو سعد مجرد سميره سعيد ابتدى يدخلوا ايه الغنى في الموضوع. طيب ما بص فكر كده هتسالني في ايه اللينك اللي جاي هنطلع نسمع المعلم والسلطان بهاء سلطان ونرجع لكم مره كمان. فكر كده يعني هتسالني ايه عشان هو خلاص اللينك اللي جاي هو اخر لينك في الحلقه يا جماعه. فيعني اي حد عنده سؤال لصالح يبعته على 7-0-8 وبالاضافه كمان ان هو هيبقى هو المذيع وانا ضيف يعني مش عارف هو يسال في ايه بس في الاخر هيقول لي خالد برضه. فبهاء سلطان ونرجع تاني. يعني ريفرش وصل لنهايته وكمان نهايه اللقاء دمه خفيف واللقاء فعلا خفيف عدى بسرعه يعني احنا حد يصدق ان احنا قاعدين بقالنا ساعه ونص مع بعض انا وصلاح صالح النووي. حسيت بيها؟ حسيت بيها ولا ما حسيتش؟ ده انا مرقدها لك من اللينك اللي فات. صالح النووي يا جماعه مكمل انا عاملها عن قصد مش غلطان خالص. صالح يعني انت المذيع. والله العظيم انت المذيع. كان نفسي انا اعمل الدخله اللي هي بعد المزيكا دي بس انا طب يلا بينا نبدا من الاول ولا ايه؟ نبداها لك والله. طيب انا المذيع دلوقتي فخليل. شايف نفسك فين كمان خمس سنين؟ لا 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 لا
يعني هرد عليك نفس الرد. الخمسة بقوا عشرة. يعني اضرب لنا عشان نعرف نشوف نفسنا. لا لا ايه اسئلة الاتش ار دي. امتى اول مرة بدأت فيها قررت ان انت تبقى مذيع راديو؟ في سؤال اكاديمي قوي. في 2010 كنت انا متسابق في ديل اورنو ديل، عارف برنامج اللي كان بيجي بتاع رزان على الحياه. لسه صغير زي انا قديم اصلي انا جده. وبعديها قعدنا كده اتكلمت انا ورزان شويه، فقالت لي لازم تروح تاخد كورسات انت صوتك ينفع. فعلا خدت، كان في ورك شوب تبع البي بي سي اسمها وان مان شو، هي كانت في اذاعه حريتنا لو تسمع عنها وراديو الرابعه. دول اذاعات اونلاين هي اللي بداوا يعني. فرات خدتها كلها بقى، مذيع ومهندس صوت ومراسل وحاجات كتير. وبدأنا. طب بص بص بقى السؤال اللبلبي، يلا يلا ايه الشغلانه اللي دلوقتي لو انت غير الراديو ممكن تقدر تعملها غير الراديو؟ غير الراديو مدرس. مدرس مدرس راديو ولا مدرس حاجه تانية؟ لا دلوقتي مدرس راديو، لكن حاجه تانية لا، مدرس في اي مجال. انا بحب التعامل مع الناس يعني. انت في وانا مذيع. مذيع ايه بس ده، انت على ما تفرج قوي. ده انت يا اخي يعني انا الاكاديمي الشغل بتاعك ده انا ماليش فيه. انا لو جاي لك البودكاست بتاعك هتكلم معايا في ايه؟ هتكلم معاك وانت ما بتحضرش. بحضر. يلا هقول لك كام حاجه كده عني. وانت اسال. من شبرا. ماشي. سنجل. ماشي. مش سنجل قوي يعني. الحق نفسك بس كده الحلقه خلصت خلاص كده، انت جبت العيد حرفيا كده في نكد النهارده. لا لا اكيد بهزر. ايه تاني؟ عشت في المغرب وفي لبنان وفي الامارات. حلو. فانا لو انت عندي في البودكاست هقول لك بقى احكي لي ان وفضفضي لي مالك زعلان ليه؟ الفرق بقى ما بين كل بلد وايه اللي شو ايه اكتر بلد حبيت تقعد فيها الكلام بقى ده، فاهم قصدي؟ بس انا مهتم. اصل بص هنقعد نتكلم عن العلاقات والبنت النكديه والبنت اللي مش عارف ايه وبتاع، زهق طبعا كميه، وهيزعلوا مننا في الاخر واحنا اللي بنشيل. هنجيب احنا مشاكل نفسنا وفي نقاشات هنخش فيها بالطريقه دي بتاع، صح؟ فاحسن خلينا نتكلم كده. صالح انا انبسطت قوي. وانا كمان والله يعني انبسطت قوي من الانترفيو. انت شخصيه عسليه يعني، بخلاف يا جماعه ان احنا عاملين انترفيو، فالراجل ده حبيبي يعني على المستوى الشخصي. اكيد لازم هنتقابل تاني. جود لك في كل حاجه انت بتعملها حبيبي. ان شاء الله نشوف نجاحك كده وانت بتكسر الدنيا يا رب. شكرا ليك يا صالح، وشكرا طبعا لكل الناس اللي بتشوفنا من خلال تلفزيون عجمان، كل الناس اللي بتسمعنا من خلال الراديو. كان معانا صالح النواوي يعني، وهو واحد من صناع المحتوى الحلوين الخفاف الظراف. تابعوه على طول، هتلاقوا كمان ادخلوا على صفحتنا على انستغرام، هتلاقوا احنا عامل تاج، انا عامل تاج لصالح، ادخلوا شوفوا المحتوى اتبسطوا قوي قوي قوي. نتقابل بكره ان شاء الله حلقه جديده. بكره ايه؟ نتقابل يوم الاثنين في حلقه جديده. انا اجازه يوم الاثنين في حلقه جديده من ريفريش، وبعد اياكم معاكم سلام في على الطريق.